ظل أحمد يراقب ضفة القناة لأيام بعد هزيمة 5 يونيو 67 التي حلت بالجيش المصري. كان يرى في الجانب الآخر طوق النجاة من مصيره، فهو ضابط شاب في سلاح الإشارة انسحب بجنوده دون قتال ومات من مات من رفاقه أثناء الانسحاب. وفي ليلة من ليالي عام 68 قرر أحمد أن يعبر القناة بمفرده، ليس مقاتلا بل صديقا للعدو وخائنا لوطنه. ولأنه يعلم أماكن حقول الألغام سار في منطقة خالية من الألغام وخلع حذائه العسكري وقفز في المياه تجاه الشاطئ الآخر من القناة. وعند وصوله للضفة الأخرى ظل يجري ليس خوفا من الإسرائيليين ولكن خوفا أن يكون تم رصده ويمسكه المصريين. وبعد سير ساعتين تقابل مع دورية إسرائيلية فسلم نفسه لهم وسط دهشة كبيرة منهم. وفي صباح اليوم التالي كان قائد كتيبته قد اكتشف ما حدث، فقصاصي الأثر أعطوه الدليل أن الضابط أحمد لم يخطف أو يهرب إلى بلدته بل هرب إلى الشاطئ الآخر. بعد ساعات كانت المخابرات الحربية تتدخل في الموضوع وتم عمل تحقيق مع زملائه واستمر لساعات طويلة وتم دراسة ملفه أكثر من مرة. في بئر 7 أمضى أحمد أيام كثيرة تحت الاستجواب والتعذيب النفسي، وكان في كل مرة يصرخ أنه حضر إليهم بمحض إرادته. أتت اعترافاته مطمئنة لليهود، فهو يقول لهم معلومات مؤكدة معروفة لديهم، ونظرا لصغر رتبته فلم يكن ملما بأسرار كبيرة. وكان السؤال الذي يعاد عليه في كل مرة عن ميعاد الحرب القادمة، وكان رده أنه لا يعلم. وبعد فترة تلقفته أيدي الموساد عبر فتاة، حيث أعطته جرعات من الجنس جعلته يفقد الوعي، وتحت تأثير المتعة كان لسانه يردد نفس الكلام، أما جهاز الموساد فكان في حيرة من أمره. فهذه أول مرة يسلم ضابط مصري نفسه لهم طالبا التعاون، ولأن المخابرات المصرية حاضرة في ذهنهم طوال الوقت، فكانوا يخشون أن يكون مندسا عليهم. وبعد أسابيع من التحقيقات والاختبارات وجمع المعلومات حوله وحول عائلته، تولدت لديهم قناعة تامة بأنه ليس مندسا. وعندما سألوه عن سبب هروبه فاجأهم قائلا إن خطيبته قد تنكرت له بعد الهزيمة وتزوجت برجل آخر أيسر حالا منه، وأنه ليس لديه رغبة في القتال مع الإسرائيليين، وكل ما يطلبه أن يعيش وسط أقوى شعب بالمنطقة ويلقن خطيبته وبلده درسا مهما. وبعد أشهر من الإقامة في إسرائيل تلقى أحمد الصدمة أنه سيعود لمصر، فخر مغشيا عليه من الصدمة والخوف. فما الخطأ الذي قام به حتى يعود لمصر؟ ولكنهم طمأنوه بأنه سيعود كجاسوس لأقوى جهاز مخابرات في العالم، وأن لغته الأم ستسهل عمله، وأنهم سيغدقون عليه بالأموال وسيعيش في نعيم، وأنه من المستحيل على المصريين كشفه. عاد أحمد إلى الإسكندرية في منتصف عام 69 محملا بعلم الجاسوسية، وكان المطلوب منه الاختلاط بأوساط البحارة لكي يعرف منهم معلومات عن البحرية المصرية وأنواع تسليحها. وكان الرسم هو غطائه، حيث تم استغلال موهبته في التغطية على نشاطه. كان أحمد يجلس على الكورنيش مثله مثل غيره، لكن عيناه كانت تتابع الميناء الحربي، فقد حصل على تدريبات عن القطع البحرية المصرية لكي يستطيع أن يرصد تحركاتها. وكأي جاسوس قام باستخدام الحبر السري في البداية، ثم تلقى جهاز إرسال صغير متقدم نظرا لأهمية المعلومات التي يرسلها وأهمية إرسالها بسرية وسرعة. وفي مبنى المخابرات المصرية كانت المعلومات ترد إليهم بأن هناك جهاز إرسال تم رصد إشاراته بالإسكندرية وأنه جاري التحقق منه. ومن أين يأتي؟ كان أحمد يرسل إشاراته من أي مكان يحب، فلا قيد عليه، فمن يتخيل أن جهاز الراديو الصغير المدلى من جيبه يحمل معلومات
مخزنة لا تحتاج إلى أكثر من ضغطة لكي يرسل رسالته حتى ولو كان بمكان عام. ثم وقع أحمد في حب طفل صغير كان يبيع الفل على الكورنيش، فملامح الطفل الصغير تحمل ملامح الكفاح الشريف الذي لا يعرفه هو، وقرر أن يرسمه، وتعددت الرسوم، وأغدق أحمد على الطفل بالأموال التي فرح بها الطفل جدا، لدرجة أنها أيقظت الحس الأمني داخل والده الذي خشى أن يكون أحمد يقوم باستغلال ابنه في أمور جنسية، فقام بإبلاغ الشرطة. ومر البلاغ مرور الكرام على الشرطة، ولكن كان هناك رجل من المخابرات متيقظا وهو يسمع الطفل الصغير وهو يصف الرسام، فبغض النظر عن الشارب واللحية فملامحه تقارب ضابط خائن. تم وضع أحمد تحت المراقبة، وانتقل أحد كبار ضباط مكافحة الجاسوسية للإسكندرية لمتابعة التحقيق. وفي تلك الفترة لم يقم أحمد بأي عمل يثير الشبهات حوله، لدرجة أن ضابط المخابرات شك أن يكون الموضوع ليس أكثر من تشابه بين الرجلين، ولكنه ظل متيقظا، فهو يعرف بوجود جاسوس بالإسكندرية، وإشارات اللاسلكي لا تكاد تتوقف. قرر الضابط عمل كمين للرسام حتى يتأكد منه، وزج في طريقه بشاويش بحرية، وهو في الأصل ضابط مخابرات متخفي. وعلى إحدى المقاهي تعارف الاثنين، وتحدث الشاويش عن المدمرة التي يعمل عليها وعلى تسليحها، وتخيل أحمد أنه أمام صيد سمين لا يستطيع من خلاله الحصول على مزيد من الأموال. الطمع والجشع جعل أحمد يصادق الشاويش الذي قال أكثر مما يجب، وصرح لأحمد بوصول مدافع جديدة مخصصة للجيوش الميدانية، فسال لعاب أحمد ومن بعده الموساد. وقرر أحمد تجنيد الشاويش بعد أن تأكد الموساد من صدق المعلومة التي قالها عن القوات البحرية. وفي تلك اللحظة أصدرت النيابة العامة أمر بالقبض عليه نظرا لخطورته على الأمن القومي، ولكن ضابط المخابرات كان له رأي آخر، وذلك بسبب جهاز الإرسال الحديث الذي كان معه، حيث قرر ضابط المخابرات الحصول عليه بأي ثمن. وفي نفس الوقت أرسلت إسرائيل لأحمد خبر وصول أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية للتأكد من موضوع المدافع الجديدة التي أبلغ الشاويش أحمد بمكانها، وأنها مخبأة في الصحراء بعيدة عن الأعين. قبل وصول ضابط المخابرات الإسرائيلي تم القبض على أحمد بهدوء تام، وظل حبيس شقته بعد أن اعترف بكل شيء. وكان خبر وصول الضابط الإسرائيلي كنز بالنسبة لرجال المخابرات الذين قرروا عمل كمين له وهو القبض عليه. ونظرا للرعب الذي كان به أحمد، فقد اعترف بمكان جهاز الإرسال والشفرة الخاصة به، حيث كان يخفيه بأحد المصاحف، وقد تابع أحد رجال المخابرات الإرسال وهو بجوار أحمد بناء على الجدول المحدد لعدم إثارة شكوك الموساد. وحضر الضابط الإسرائيلي متخفي في صورة سائح يوناني، وتم رصده ووضعه تحت المراقبة الشديدة، وسرعان ما قام بتأجير سيارة للتجول بشوارع الإسكندرية والذهاب للموقع الذي أخبر الشاويش أحمد به عن مكان تجميع المدافع الجديدة بالصحراء. فوجد نفسه أمام بوابة حديدية قديمة وخلفها لوحة لأحد شركات المقاولات، وجنديين يحرسان المكان، وقام باستدراج الجنديين بالكلام، وصرح له بكلام مدسوس بالطبع. وعاد ضابط المخابرات الإسكندرية وهو على موعد مع أحد الجنود ليخبره بميعاد وصول شحنة أخرى من المدافع، حيث وعده بمشاهدة المدافع الجديدة حتى يقوم بدراستها وتصويرها. وذهب الضابط الإسرائيلي لشقة أحمد مسرعا وسعيدا ليسلمه كتاب جديد للشفرة ومبلغ مالي للشاويش المصري نظير معلومات. وعند دخول الشقة وجد نفسه أمام رجال المخابرات المصرية ليقع في أيدي المخابرات المصرية بعد عامين من البحث والمراقبة، وعند إعدام أحمد
حزن أبوه قليلا، ولكنه قال أن أحمد ليس ابنه منذ أن عبر لليهود، وأن مصر أهم مليون مرة من ابنه الخائن. اللواء فؤاد حسين هو الملقب بصائد الجواسيس، وهو الذي ضبط 48 جاسوسا خلال عمله الأمني. وبعد خروجه على المعاش قرر كتابة القصص المتعلقة بالتخابر والتجاسس التي عايشها عبر عمله بالمخابرات، فكتب قصة بعنوان الخيانة الهادئة. بطلها كان عريفا في القوات المسلحة، هرب من الجيش عام 68 وسلم نفسه لليهود الذين قاموا بتجنيده وإرساله لمصر، وتم كشفه والقبض عليه، وهو ما قمنا بتسجيله في هذه القصة المحزنة. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات.